اهلا ومرحبا بكم في مصافحه جديده من هنا الان. طبعا العيد انتهى، توا وقت الجد، والجد يجي معه برشا قضايا تهم العباد وانشغالاتها، ليس اقلها اهميه العوده اليوم فحطات النقل اللي تشهد حالة اكتظاظ كبيرة لتنظيم عودة تونس لمواقع العمل ومواقع الدراسة. هذاك عليه اليوم نقترح عليكم العناوين التالية: محطات النقل العمومي بعد يوم من عيد الإضحى، للأسف ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في البلاد، إرهاب الطريق إلى أين؟ لأنه ولا إرهاب حقيقي يحصد آلاف من أرواح التوانسة سنوياً. باش نطرحوا السؤال: وين ماشيين بالحالة هذه؟ النهضة والنموذج التركي، هل تسير النهضة على خطى أردوغان؟ هذه تصريحات تلقفتها الساحة السياسية والإعلامية، منقولة على المفكر التونسي يوسف الصديق. باش تكون مجال للنقاش مع يوسف الصديق ورفيق عبد السلام في البارتي الأخرى من هنا الآن. مشاهدة طيبة. رحب بأيمن الزمالي الصحفي بوكالة تونس في قيل نبال مختص في الشأن الوطني. مرحبا بك أيمن. مساء النور ومساء النور على التوانسة الكل، وإن شاء الله يعيشك. إن شاء الله عيدك مبروك. كل عام. عندنا مباشرة تقريبا مفدنا إلى بنقردان سعيد الزواري من أمام محطة النقل في بنقردان. خلينا نشوفوا شنو الأجواء نتاع النقل من بنقردان لتونس ومن بنقردان لبقية المدن اللي يتوجهوا لها التوانسة. سعيد مرحبا بك. أنا جيدك يا مرحبا برهان، تحية ليك ولكافة ضيوفك ولكافة السادة المشاهدين. بالفعل نحن هنا الآن في مدينة بنقردان وتحديدا في محطة الواجهات، محطة سيارات الأجرة بمدينة بنقردان. جئنا هنا لنقل محاولة نقل الأوضاع. تعرف أنه هناك عودة مدرسية يعني، وأيضا يعني عطلة العيد قد انتهت. هناك حسب ما لاحظناه دخلنا إلى المحطة حوالي الساعة الواحدة يعني بعد ظهر هذا اليوم برهان، هناك أزمة في مسألة يعني النقل، يعني أزمة ذات يعني وجهين برهان. الوجه الأول يتمثل في الخطوط الداخلية، أي فيما يخص داخل الولاية، فيما يخص جربة وجرجيس ومدنين، هناك أزمة حقيقية في يعني هناك عدد كبير من الركاب، لكن ربما كما تشاهدون من خلفي مع غياب تام لسيارات الأجرة الداخلية كما قلت في يعني مدنين وجربة و جرجيس. فيما يخص الخطوط البعيدة القيروان وتونس وسوسة، هناك يعني العكس تماما، هناك وفرة في أو هناك بعض سيارات الأجرة، في حين هناك غياب يعني الراكب. هناك صاحب سيارة أجرة منذ الساعة الواحدة لم يستطع إلا يعني لم يتحصل إلا أربعة أو خمسة ركاب. سيكون معنا يعني بعد قليل أحد يعني الركاب الذين كان ينوي يعني أن يقصد جرب هذا اليوم، هو يعني يشتغل هناك. برهان مرحبا بك. اهلا وسهلا خويا. يعني وقت جيت انت المحطه اليوم؟ جيت خويا من 10 نتاع الصباح اليوم، من 10 نتاع الصباح ونحن نستنوا معناتها لهنا. بصراحه مش معقول معناتها. انت ما كنت ناوي ماشي الجربه تخدم غدوه؟ اي ماشي الجربه ان شاء الله، ومعايا خويا هي وبنت اختي صغيره مسكينه هذه، من 10 نتاع الصباح ديجا رقدت وفاقت سته مرات وخذت سته ولا سبعه بيبرون، فهمتي ولا لا؟ على خاطر مش معقول مسكينه تفرج على الحاله هذه، وخويا هذا يخدم 8 نتاع الصباح وانا كذلك نخدم 8 نتاع الصباح. شنو ذنبنا نحن؟ المشكله شنو المشكله في غياب الوجه؟ شنو المشكله يا خويا؟ ما نعرفش، ثم ناس قالت لك نعطيك يلزمك البلاصه تخلصها دوبل، معناتها هي ما نعرفش بدا الجرب لازم تخلص الدوبل نتاعها. شنو ذنبي انا نخلص الدوبل سي صحيح؟ شنو ذنبي 10,000 معناتها و10 الصغيره هذه و10 هذاك معناتها نخلصوا نحن 100,000. انا ماشي لتونس مانيش ماشي لجربه، تو مانيش مش معقول هذه الحكايه، مش معقول والله مش معقول. نعم شوفوا انا حل في الحكايه هذه، تفرج على الواجهات ما فهمش، والناس تجري لبرا بالالاف، ناس تجري لبرا تحب تمشي ترجع لخدمات، تمشي مش معقول جمله. تفرج على العباد سبحان الله تستنى من 10 نتاع الصباح، مش معقول والله مش معقول جمله صح. شكرا لك برهان. يعني هذا بالفعل هو ما لاحظناه، يعني عدد الركاب خاصه للخطوط القريبه. معي الان احد يعني اعضاء نقابه محطه سيارات الاجره سيتحدث معنا حول هذه الازمه. علاش في الخطوط الداخليه خاصه هناك ازمه في عدد سيارات الاجره؟ ثم نقص الرخص معناتها في اللواجات، ومعناتها هل طلبتوا انتم برخص؟ طلبنا، ثم 120 مطلب في الولايه غادي وما راكدين لنا المطالب غادي،
وما لقيناش الناس معنا تتكلم وما لقيناها تهد. شنو السبب في عدم تجاوب معناتها انه ما يعطيش رخص علاش معنا؟ مانيش عارف عليهم، قال لك لا ما نجموش نعطوكم تو، مش عارف. مشينا الوالي، مشينا الكاتب العام، مشينا رسلنا الوزاره، كل شيء عطيتهم الوزاره، الولايه هنا هي اللي مراكده كل شيء. سيد وهنا نجرب قاعدين نستنوا الطاولة اعطونا حتى رد وما ثم حتى نعم. يجي نعم برهان بربي سعيد ماذا بيا تسألوا في علاقة بالرخص هذية، يعني يقول لك أنه فما رخص 120 رخصة إلى الآن الولاية ما عطتهاش 120 رخصة به. شنية الشرعية القول؟ خطر تقريبا السلطة ترد تقول لك أنا ما نحبش نغرق السوق بالرخص، لين دراك ياخذوا هذوما الرخص الناس الكل تنجم تخدم، يعني الناس كل من اصحاب سيارات الواج تنجم تخدم، والا ساريسك انه 120 رخصه جديده مثلا في بنقردان من شانها انها تغرق السوق وتولي فما مشاكل، ونجيو احنا باش ندعموا الاسطول نوليو نقطعوا خبزه الناس اللي تشتغل كالعاده. هو ينجم يفهمنا اسك موجود سوق العام و12 شهر لاكثر يعني من الاسطول المتوفر هذايا والا لا؟ نعم في الامات في الامات العاديه معناتها اسكي معناتها هي موجوده الازمه هذه نتاع انه برشا راكب ونقص في اللوجات ولا وعلاش معناتها ثمش تخوف من انه اذا ممكن اذا كان 120 رخصه يعطيو للناس رخص انه ثم يغرق سوق معناتها الولي الناس كل ما تخدمش مره ما يغرقش السوق خاطر يعطوهم عادي، خاطر ما ثماش واحد اللي يعطوه رخصه وردها للولايه غادي، انا شكون عطوه رخصه ردها للولايه؟ وثم كثافة سكانية موجودة معناتها كثرة العدد السكان كثر وكل شيء يلزم يزيدون رخص، أنا تاع العدد السكاني يزيدوا رخص. وفي الأيامات العادية هكا وضعية المحطة ولا كيفاش ولا وضعية طبيعية معناتها؟ لا ثم كل نهار كيفاش، مرة موجودة مرة لا، كل مرة كيفاش، مش معناتها بالوضع هذا ديما هكا، معناتها ثم نقص شوي رخص الأغلبية الموجودة معناتها في الخطوط الداخلية اللي فيها أزمة ولا في حتى في الخطوط البعيدة؟ ثم ساعات في الخطوط البعيدة، ثم في الخطوط الولاية الداخل كل مرة وكيفاش، كل نهار وكيفاش، في المناسبة هذه ساعات تلقى الكل ناقصين كل مره كيفاش، ديما ثم نقص الرخص موجود. نعم شكرا لك. نعم برهان، هو في الحقيقه كنت قد يعني تحدثت مع بعض يعني اصحاب سيارات الاجره حول هذه النقطه بالذات، هم يصفون الوضع في يعني في ليمت يعني في الوضع في سائر الايام يعني وضع طبيعي، ليس هناك يعني ازمه بهذا الشكل، هذه الازمه تحدث فقط يعني في عند تكون هناك مناسبات كبرى. اليوم شاهدنا بعض حتى يعني اصحاب سيارات الاجره يعني ينصحون بعض المواطنين بالذهاب الى شركه جهوية نقل لان بدات العمليه هناك ايسر بالظفر يعني بكرسي نحو اتجاهاتهم. برهان سيد الزويري مفدنا الى بنقردان، شكرا جزيلا لك. ايمن تعليق، يعني انا ما فهمتش الناس كل نتوقعوا انه فما ازمه بتاع نقل في الايامات هذه، يعني هذه قضيه الاستشراف والبريفيزيون ودرا شنو، يعني لنهار تعدى عيد أو عودة مدرسية ما غير مشكلة في حكاية عليه، وين الاستشراف؟ وين أنه نخطوا من قبل؟ وشيء متوقع هذه تقريبا أربع أيام في العام تجينا، إذا كان ما نظهروش فيها الإمكانيات يا سيدي نخربوها في وسط الأيامات ما اسمع حد، أما في العيد ولا في وسط الوعد هذا شيء. لماذا حسب رأيك أيمن؟ بالنسبة لي أنا معناها الإشكالية هذه معضلة عندها سنوات في تونس تعاني منها، يعني مش اليوم بركة معناها عندنا على الأقل 20 سنة معناها متأكدين منها، أنه كل مناسبة في كل مناسبة المواطنين ما يقاوش الإمكانية أنهم يروحوا معناها في براحة وما إلى ذلك من بلدانهم. الإشكالية اللي أنا نعتبرها معناها معضلة هي أنه حتى أصحاب معناها وسائل النقل الخاصة اللي هما معناها اليوم يمثلوا على الأقل نصف معناها الأسطول الكامل معناها في تونس، هما في حد ذاتهم معناها عندهم عائلاتهم وعندهم تنقلاتهم وما إلى ذلك، يعني في الأوقات هذه زادة ما تلقاهمش هما متوفرين، معناها يعني مجموعة منهم كبيرة ما تلقاهمش متوفرين. حاجة أخرى برهان، أيضا تونس معناها ديما وتعرف أنت مرفق العام معناها يتجند معناها في المراحل وهذه حقيقة، معناها يتجند وكل معناها فهمتي شركات النقل الوطنية تتجند معناها بتمييمه معناها كلها تتجند باش تخدم في ايام العيد ويسيبوا صغارهم ولادهم وما الى ذلك ويخدموا ارواحهم معناها من اجل راحه المواطن. لكن في تونس عندنا زاد حاجه اخرى اللي لازمنا نركزوا عليها وياك برهان، مساله معناها التنقل نتاع السكان
في تونس عندنا معناها حركيه كبيره للسكان في تونس، يعني معناها بين المناطق وبين المدن، وناس معناها عندنا معناها نسبه كبيره من الناس تخدم في التجاره وتخدم معناها في الحاجه هذه، يعني هما يثقلوا الكاهل حتى كان عندنا معناها استراتيجيه وما الى ذلك، راهو ديما حتى كان عندنا معناها فهمتي مرفق معناها كامل واسطول كامل بالخاص بالعام نتاع النقل، غير قادرين ان نستوعبوا الحركه والديناميكيه نتاع الشعب التونسي في المناسبه هذه. نحن نصبروا شويه كمواطنين، ولكن هذا ما يعنيش اننا مش نخليو العباد تقصر واصحاب معناها معناها الوسائل الخاصه تقصر، مش احنا عاطينك رخص وما الى ذلك باش تمشي تقعد في دارك ولا ما نعرفش شنو، انت معناها مطالب اليوم كيف ما ماخو رخصة تاكل بها بالخبز ومعناها أمورك باهية وكل شيء، فما ناس أخرين زادة خدامة تصبح الصباح في المعامل باش تخدم في المدارس باش تقري في الليسيات وما إلى ذلك، وهذه معناها إشكالية لازم الناس تعرفها. أمي خلينا نشوفوا أجواء توا النقل العمومي في محطة النقل باب سعدون، مفدنا فؤاد بوفتح مباشرة من هناك. فؤاد مساء الخير. مساء الخير برهان، مرحبا بك وبالضيوف نتاعك الكرام. نحن كما قلت انت في محطه النقل بالشمال معناها محطه باب سعدون. الحقيقه في اول ملاحظه برهان ما ريناش معناها توافد برشا عباد لهنا في الوقت هذا، لانه بسؤالنا معناها السواق معناها الواجهات يقولوا انه العباد قراوا حسابهم بكري شويه وجاوا يمكن حتى قبل العشيه، واما قينا بار كونتر برشا تشكيات من سواق معناها سواق الاجره، خاصه انه يقول لك انا ما نجمش نتنقل من هنا، ونعرفوا الولايات اللي نجموا يمشيوا لهم من هنا باجا جندوب الكيف بنزار التالا، معناها برشا اماكن يقول لك انا مش نمشي معناها فارغ من تونس، ويحكي على معناها الاكتظاظ في المناطق هذه، يقول لك انا مش نمشي فارغ وشكون مش يخلصني، معناها مش انا نجيب العباد مغادي. ومش نزيدوا نسالوا معنا سائق اجره لهنا يظل يجينا نحكيه ونشوفه معناه على عباد معناه توافد متاحهم، نلقاو تذمر من سيادتكم وبرشا من السواق. شنو هو المشاكل متاحكم بالضبط؟ والله مشاكل عديدة هنا في المحطة تاع باب سعدون. أول حاجة هي الفضاء تراو فيه ماهوش مهيئ، معناها السيارات بتاعنا نوصلوا نوقفوها في الرومبوا تاع باب سعدون ونقوص غاديكا، والمشاكل اللي في العيد يقول لك هاي خدمة وماسة ما عرفش شنيا، تهز تمشي من هنا فارغ وبتجيب شطر مغادي ب 112,000 تصب منهم 60,000 مازوت، نحي منهم 22,000 تاع الشوفير وش بقى للسيارة. والمواطن لهنا، والمواطن لهنا شنو يعمل مثلا؟ المواطن والله شنو نقول لك؟ أنا زيد تمشي مغادي مرة تمشي فارغ من هنا باش تجيب شطر مغادي، زيد يعملوا كرونفور بتاع كيران تاخذ غادي ما تلقاش حتى بلاصة. يعملوا كهرباء كيما قبل العيد بالنهار خرجنا يمكن حكيت 10 12 كهرباء. جينا لهنا وصلنا باش نعبوا التيلا نلقوا عاملون اربع كيران ما لقيناش حتى بلاصه لهنا، رصدنا راجعين فارغين. معناها المواطن ما عندوش مشكله كي يلقى الحفلات موجود النقل موجود ما ثماش حتى اشكاليه، احنا تو برا طل الصباح في الكيف وتجروين وتيلا كلها فضتها اللواجيات على الصباح وروحت العباد، فما شكون بقى غادي ما عباش خاطر ما ثماش عباد، ما عندناش اشكاليه معناها سياره الاجره متوفره ما ثماش حتى اشكاليه، الاشكاليه في الفضاء هنا في المحطه ماش مهيئة عنا جردينة هذه كتراو فيها مهملة هكا ما حبوش يعطوا هنا، هما الشجرات الكبار يقولك فضاء أخضر وما عرفش شنيا، ينجموا يخلوها الشجرات الكبار ويعملوا لنا تروتوار جيس تدخل الكراهب باش يوسعوا علينا شوي، احنا في الطريق الرئيسي ظل الكراهب تعبي في الطريق الرئيسي وحدها. برهان كذلك معنا منظم خط بيجا، مش نشوفوا توافد العباد كيفاش كان اليوم، خاصة انه نعرفوا غدوة العباد ترجع تخدم، كيفاش كان التوافد اليوم نتاع العباد؟ توافد العباد اليوم جات من بالنسبة لي انا نخدم في ولاية بيجا، معنا حركة عادية، اللواجات قاعدين يخدموا حاجة عادية، ما ثماش تشكيات بالنسبة للحرفاء من برا، خاطر الناس تجي تو في العيد تجي كلها مع بعضها. بالطبيعة باش تلقى شوية خلل في الجيان نتاعهم. تبقي ثم مسكين شكون قاعد يمشي فارغ ويجيب في العباد من برا، معناه يصب ب 30,000 ولا 35,000 مزوت، تعرف تكرب تفضل 10,000 ولا 15,000. فهمت؟ علاش قلت الحركة تو؟ دقيقة، بريان نسمع فيك. فؤاد ماذا بيا زاد من بعد هكا تتنقل لي لداخل المحطة نتاع الحفلات العمومية، باعتبار نحن موضوعنا أساسا تركيز على النقل العمومي، وتو خلينا أجواء النقل العمومي لداخل. مهم يعني مشاكل السواق اللواج، لكن الأهم بالنسبة اليوم تأمين عودة سليمة وطبيعية للمواطنين التوانسة اللي راجعين غدوة لخدمهم ولقرايتهم. فؤاد ملا خليك أنا تأمن لنا تنقل محطة الكيران. نحاولوا نتنقل فوالا واضح ونرجع لك ملا بعد شوية.
أيمن، تعليقك في المسألة هذه يعني في علاقة بال والله أنا إيش نجم نقول، كنا نحيو شوية أنانية بالضبط. معناها أنانية خطر كي شخص كي نسمع أنا معناها سارك مش كان هو معناها مش في شخص طبعًا. هو مش كنت فين هو مع باش كذا معناها إشكالية كبيرة هذه في تونس معناها حكاية الأنانية وحكاية معناها أنا مش نحسب حسابي للروحي وما يهمنيش في الناس والمواطنين وأصحابي هو بالعكس هو سجل مكسب أنه شركة النقل أن وفرت أربع حفلات ومتغشش عليه ماذا بيه ما توفروش الأربع حفلات باش يخدم هو لا هو نقرأ بحساب آخر هو زاد ماذا بيه أنه الحفلات تخرج توا اليوم خاطر هو ماذا بيه منحس فيه معناه ماذا بيه كعبتين وكعبة ولا ما يروحش معناه وانتهى الأمر خاطر يقول لك أنا مش هروح بكعبتين فهمت أما كان جيت فما قانون ينظم معناه هيكل ينظم الحاجة هذه أخويا معناها يخلي أنه كل معناها صاحب سيارة أجرة أو معناها مرفق خاص معناها يوصل العباد أنه يتقيد خاصة في الأوقات هذه معناها طبعا. في الظرفيات هذه الصعبة أنه يتقيد بقانون أنه يمشي ويجي مثلا يولي بالدوبل معناها يمشي ويجي على البلاصة نتاعو أكيد جدا مش يكون معناها فما حلول معناها للإشكاليات هذه خنشوفوا معايا على الهاتف تقريبا سي محمد الشملي المكلف بالإعلام شركة نقل تونس باش يطمننا على سيولة الحركة اليوم في اليوم هذايا الحساس متاع العودة. سي محمد الشملي مرحبا بيك. مرحبا بيك، شكرا ومرحبا بكافة مشاهدي قناة التاسعة ونقول لهم عيدكم مبروك. يعيشك سي محمد. شنو هي الأجواء؟ شنو هي الاستعدادات؟ شنو اللي وصلكم بخصوص سيولة النقل اليوم؟ سي برهان لو تسمح باش نحكي على استعدادات شركة للعودة المدرسية بلوتو على خاطر كما تعرف احنا نأمن المرفق العمومي للنقل في حدود منطقة تونس الكبرى على الحافلة والمترو الخفيف والخط ملحق الواد ومرسى. كان تحب النجم منير الرأي العام حول استعدادات الشركة لهذا الموسم. بالنسبة لشركة نقل تونس كما كنا أعلننا في السابق إن شاء الله سنا نتوصلوا باش نوفروا اكثر من 25% عرض اضافي بالمقارنه مع السنه المقضيه وان شاء الله بالطريقه هذه نكونوا ساهمنا خاصه في تسهيل ظروف النجاح والدراسه لابنائنا التلاميذ والطلبه اللي هم اشملهم التحسين هذا فما ما لا يقل عن 168 حافله باش تكون مخصصة للنقل المدرسي والجامعي. اسمح لي بربي سي محمد سامحني على المقاطعة يعني نجم نفهموا أنه أسطول الحافلات بتاع شركة نقل تونس تعزز يعني مقارنة بالسنة الفارطة باش نزيد أسألك السؤال الثاني الناس كل سمعنا بخصوص الصفقة اللي عملناها مع الطرف الفرنسي بخصوص الحافلات هذه كنحب نسألك لإندراء الحافلات هذه المستوردة من فرنسا دخلت حيز الاستعمال وإلا ما زالت؟ بطبيعة هي فور وصول الدفعة الأولى في مستهل السنة الدراسية الفارطة حتى في شهر مارس المنقضي قرابة 217 حافلة من نوع هذا متاع الحافلات دخلوا حيز الاستغلال وأعطاوا نتيجة على الصعيد الفني وعلى الصعيد الجائزية إيجابية جدا اللي تفوق 92% وإضافة لهم زاد شركة تمكنت من تنفيذ صفقة لاقتناء 120 حافلة جديدة وصلونا ل 120 حافلة وإن شاء الله ثم 24 حافلة إضافية باش توصل خلال الأشهر القادمة وعنا كذلك ما لا يقل عن 90 حافلة أخرى مستوردة من فرنسا زادة إن شاء الله توصل لنا زادة خلال الثلاثية المقبلة وباش يتم بفضل التعزيزات هذه تجديد الأسطول و كذلك تعزيز الخطوط اللي شهدت نقص فادح خلال السنوات الفارطة واللي ثبت في عناء كبير الحرفانة أكيد. إن شاء الله شيئا فشيئا السنة آخر ثلاثي هذا تتحسن الأمور وإن شاء الله برامج اقتناءات 2017-2018 اللي فيهم ما لا يقل عن قرابة 500 حافلة باش تقتنيهم الشركة إن شاء الله يزيدوا ننهي المشكلة متاع خاصة تقادم الأسطول والنقص اللي شهدته خاصة الخطوط أي. اللي تشهد كثافة سكانية باش نسألك سي محمد سؤال أخير لغالب مرجية يكون المجال أوسع للحديث
خاصة خطوط، فما مناطق يعني مناطق حمراء بالنظر للكثافة السكانية اللي فيها، يعني منطقة كما حي الانطلاقة ولا التضامن ولا كذا في الصباح، يعني كم هائل متاع مواطنين يستعملوا كان النقل العمومي. حسبنا حساب يعني البلايس هذيك يعني يعني نجموا المواطنين في الانطلاقة في التضامن ينتظروا مثلا، أنا أخذيتهم كمثال وعديد المناطق في تونس اللي نفس النوعية تقترب من ناحية الخصائص، يعني نجموا ينتظروا اليوم خدمات مخير من ناحية الوقت من ناحية توفر العدد الكافي من الحفلات. هو في مستوى الإمكانيات الذاتية تاع الشركة المواطنين نتاع المناطق هذه خاصة اللي فيها كثافة سكانية كبيرة ديجا بداوا يشعروا باللي فما تحسن نوعا ما بارابور للسنوات الفارطة، على خاطر التعزيزات اللي نفذتها الشركة خلال السنة هذه مشات بالأساس للمناطق هذيك، خاطر ديما احنا حسب الطلب والعرض والطلب نمشيوا للي أقل إمكانيات ما عنده، واللي خاصة عنده نقص فادح هو اللي نبجلوه على أي مناطق أخرى، وتدريجيا كيف كيف عمال تعزيزات تتحسن أكثر وعمال يجينا حفلات إضافية عمال ننتشر أكثر على الشبكة متاعنا. مشكور كل شهادة نقص، وإحنا نعم إن شاء الله تشمل التعزيزات كافة المناطق نتاع تونس الكبرى. يعطيك الصحة سي محمد الشملي المكلف بالإعلام شركة نقل تونس، وأنا أشوفه في صور مباشرة الآن من محطة باب سعدون، ما نعرفش كان فؤاد ينجم يرجع باش يعطينا فكرة يعني الموجزة حول الوضع هناك، حسب ما نشوفه سيولة عادية ما فماش شكل الاكتظاظ ما فماش شكل البانيك اللي موجود، خطر أيمن أجواء العودة وأجواء العيد ولات بانيك معناها لدى البعض ولا كشمار، فهمني يقول لك باش نرجع يخمم في الواقع، فما شكون يأجل جملة الجايين وهذا ينعكس على واقع العمل في المؤسسات وكذا، تدخل الإدارات تقول لك لا من المفترض غدوة يبدأ حاضر وتخلي ترسيله بعد غدوة ولا الأسبوع اللي بعده، يعني اليوم تقريبا حسب ما نشوفه خلينا نقوله للمحسن أحسنت أنه سيولة ماشية بشكل عادي والحمد لله، ظهر فما مجهودات كبيرة ويزم يتم تثمينها يبدو في الاتجاه هذا. ديما القطاع العام هو معروف معناها في المسألة هذه من قبل معناها يحضر مليح معناها للمناسبات هذه، ولكن شنو هو الإشكالية؟ أنا نسمع توا معناها في الأستاذ معناها زميلنا كان يتكلم يقول على معناها فما مناطق هذه معناها المناطق اللي متاخمة للعاصمة معناها اللي موجودة في العاصمة اللي هي تعاني معناها كثيرا إلى اليوم، وحتى كان فما تحسن راهي تعاني برشا معناها في تعاني برشا من مشكلة النقل العمومي معناها ومعضلة كبيرة وأصبحت معناها جزء من معاناة المواطن التونسي الخدام اللي يقوم الصباح بكري باش يمشي يخدم إشكالية كبيرة برشا هي معاناة، لكن عندك في الهم تختار أيمن هذا باش 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 نهيئ لك حكاية أخرى، صحيح يوصلوا الرتار لكن نبكيوا على الناس اللي ما توصلوش واللي ياكلها الكياس، حوادث طرقات وضحاياها في ارتفاع كابوسي مهول، علاش الظاهرة هذه؟ نحكيوا على الرهاب التوانسة ما تعرفش اللي حصد أرواح التوانسة في حوادث طرقات اللي قتلوا الكياس أكثر من اللي قتلوا الإرهاب بألف مرة، ونحن أمام ظاهرة جديدة هو إرهاب الطرقات، ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور، اليوم بركة تقريبا زوز حوادث، واحد في سيدي بوزيد واحد في القروان، عائلة كاملة في سيدي بوزيد مسكين الراجل ومرته وأولاده مصابين، عائلة كاملة مشيت معناها هكا فجأة حياتها تبدلت، علاش؟ نشوفوا التقرير هذا ونبدأ نقاشنا ونستقبلوا سي عفيف الفريقي رئيس جمعية السلامة المرورية. ثاني أيام عيد الإضحى المبارك تأتينا أخبار حوادث المرور، فاليوم صباحاً جد حادث مرور بسيدي بوزيد، وفاة الأب والأم وإصابة ثلاث أبناء. أمس مساءً أيضاً حادث في طريق القيروان ووفاة ثلاث أقارب. وفق وزارة الداخلية فإن حوادث المرور المسجلة خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2016 شهدت ارتفاعاً طفيفاً قدر بزائد 0.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وهذا بكامل تراب الجمهورية، حيث بلغ عدد الحوادث خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2015 1511 حادث مقابل 1519 حادث خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2016، أي بتسجيل ارتفاع بثمانية حوادث، وبلغ عدد القتلى 282 قتيلاً مقابل 302 قتيلاً خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بتسجيل ارتفاع 20 قتيل.
أما عدد الجرحى فقد بلغ 2206 جريح مقابل 2335 جريح خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بارتفاع في عدد الجرحى ب 129 جريح. اليوم حوادث المرور في البلاد في تزايد مستمر، تعددت الأسباب والمسببات بين سوء البنية التحتية أو حالة السكر أو التعب التي عليها بعض مستعملي الطريق، وبين اللامبالاة البعض بأهمية الانتباه أثناء القيادة، ورغم حملات التوعية المتزايدة من طرف إدارة المرور أو منظمة المجتمع المدني، لكن لليوم أصبح الطريق خطراً يهدد أرواح من نحب. نرحب سي عفيف الفريقي رئيس جمعية توسيع الوقاية من حوادث الطرقات. مرحبا بك سي عفيف. عايشك سي برهان وكل عام وانت بخير. يعيشك. باش نحكيو على هالواقع المأساوي، لكن نشوفوا نخرجوا الفاصل الشهري ونرجعوا نبداو الحديث معك. يقولوا لي مش جاهز. اوكي، يقولوا لي قبل الفاصل عندي فؤاد مباشرة من محطة باب سعدون. فؤاد، الو فؤاد، الكاميرا معك. اي فؤاد، انت على المباشر يا فؤاد. فؤاد بفتح. شكرا برهان، هذا ظروف المباشر. لا لا لا، نعرف بيشير. تفضل. معك برهان. نحن توا كما قلت انت، معناها نحن في محطة الحافلات ومعنا سي سبتي الكلاعي رئيس المحطة، مش نسألوه كيفاش كان الموفمون تاع الرحلات اليوم وهل فما تشكيات من المواطنين ولا لا؟ لا، ما ثماش حتى تشكيات. عززنا الاسطول نتاعنا، بعثنا جميع المعتمديات يعني حافلات اضافيه، كل معتمديه فيها حافله اضافيه في فرنانه عند راهم الكياف التجريوي نتالا، خاطي يعني السفرات العاديه، وحتى التشكيات والمواطنين راحوا الكل يعني فرحانين، ما ثم حتى مشكله بالنسبه لليوم. السفرات معناها الوقت ايش تقعد تتواصل اليوم؟ معناها اليوم حتى الخمسه تاع العشيه، اخر سفره عندنا الخمسه تاع العشيه من الكياف. معناها ما عادش فما سفرات جايه طبعا. بعد الخمسه ما عندناش، ولا عندنا منتصف الليل من الكياف، من كابل تونس. يعني جميع المسافرين بيحاولوا، الناس كلها تبات كابل تونس، الناس كلها تروح بيحاولوا، ما ثم حتى اشكال. وفما مو كبير، فما برشا عباد روحت. لا اليوم ما ثمش ضغط كبير، اليوم عادي. اليوم انا باتصال بالهاتف مع جميع السواق نتاعنا ورسائل وكالات، مع حتى ضغط اليوم الامور عاديه. عززت انا بحفلات اضافيه، وتو حاليا متواجدين في جميع المعتمديات، وغدوا الصباح بكري مزيد يعني حفلات اضافيه في من فرنانه ومع دراهم الكيف من تجروين من قلعه سنان من طبرقه، يعني جميع المعتمديات والولايات عندنا حفلات اضافيه بيحاول ليه الصباح لرم تاع الصباح يبدو على ذمه المواطنين. بيحاول ليه يظل المواطنين مش يزيدوا نهار اخر، يظل يغد بطبيعه الحال. احنا بالنسبه لنا احنا حاضرين واحنا لربع والخميس والجمعه والسبت والاحد باذن الله. اذا بورين كان هذا رئيس المحطه، ليك الكلمه. واضح واضح فؤاد، طمنتنا على الاجواء كما تاكدنا. ايمن يبدو الامور ماشيه في اطار سيوله عاديه بلا مشاكل، ان شاء الله عوده بلا مشاكل. ولا لكن كما قلنا المشاكل للاسف سيد عفيف مركز على الطريق بخصوص الحوادث اللي كل يوم نسمع بها واخرتها نهار اليوم. قولوا لي الفاصل الشهري جاهز ونبدا الحديث معك. مرحبا بك سي عفيف. شكرا على الاستضافه. رئيس جمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات كما سبق وقدمت. الامور وين ماشيه سيد عفيف؟ كل مره نسمع في حكايه ارواح قاعده تحصد على الطريق بشكل فظيع في البلاد، ماسي عائليه حقيقيه ومسكوت عنها. معناها نحكيو عليها وكانه في ديفير، اليوم اكسيدون في البلاصه الفلانيه واكسيدون في البلاصه الفلانيه. انا ما فهمتش شنو الفرق ما بين يموت تونسي في الجبل برصاص الارهاب ولا يموت تونسي بالشيء هذا. ما هي موت واحده ولا على خاطر هذيك فيها سياسه وهذه عادي؟ ايش فما؟ كيس كيس باس في الطرقات؟ المسميات تغيرت الان، نحدثوا على ارهاب مروري. أي. الارهاب المسكوت عنها، حرب الشوارع، الارهاب المسلح باش يجي وقته باش نتغلبوا عليه. ثم اليوم كي نحسب انا قداش الارهاب المسلح اقتل وحصد الارواح، تلقاه الارقام ما تتقارنش. يعني اليوم عندك معدل 5 قتلى في النهار، خاصه في من جوان حتى 5 سبتمبر، مش معقول في باقي الايام 4 يوميا يموتوا من جراحة والثمرور. والموضوع هذا قضية وطنية، هي قضية كونية، لأنه ثم حاليا الأمم المتحدة عملت مشروع كبير ياسر لديسيني دو سيكيورتي اوتير، عشرية السلامة على الطرقات من 2011 2020. نحن ضيعنا بحكم الأحداث اللي في تونس، ضيعنا الانطلاقة ومدوا فيه 2030. إن شاء الله نخلطوا ندركوا
باش نحنا تكون عندنا استراتيجيه وطنيه. الدوله الوحيده اللي ما عندهاش استراتيجيه وطنيه واضحه في السلامه المروريه. اش معناها اش معناها ادلال الكلام؟ العباد راهي ملت من الكلام تاع الاستراتيجيات وخطط تكون عندها اهداف. في تونس كنا نجموا نقلصوا من الحكايه وماناش قاعدين نفعلوا في حاجات ممكن تفعيلها. مثلا ثم تقصير من طرف اجهزه الدوله. كيفاه؟ ثم استهتار من طرف اجهزه الدوله بحياه المواطنين بالبشر. علاش علاش كل شيء عليه كل شيء نحطوا فيه على جسد مش نقول لك علاش انت اليوم قضيه السلامه المورين الناس الكل هي بها. وين وين الادوار توزيع الادوار ومحاسبه كل طرف على مدى قيامه بواجبه وبدوره؟ اليوم السلامه المورية في بالك اول عام ما نعملوش برنامج عطله امنه؟ اول عام المجلس الوطني لسلامه المرور اللي يرأسه السيد وزير الداخليه ما دعاش المجلس الاجتماع؟ متعودين المجلس الوطني لسلامه المرور اجتماع في ماي في جوان قبل العطله الامنه ونناقشوا البرامج اللي هي محدوده ولكن ناقشوها. وبعدين نهار 1 جويلية يعطي وزير الداخليه اعطى رمزي اشاره انطلاق الحمله نتاع العطله الامنه باش في الميدان الناس تخدم وتتشجع الى غير ذلك. هذا ما صارش السنه لانه تزامن ليله 27 مع 1 جويلية والسيد وزير الداخليه حضر في الموكب مع رئيس الجمهوريه في جامعه زيتونه وبعد مشى للقرويه باش يشرف على موكب 29. هي كان ممكن نوخروا بنهار نهار 2 جويلية كان ممكن نعملوا العطله الامنه انطلاقه في القروان باعتبار القروان ولايه فيها برشا حوادث وبرشا موته ومعروفه ومنطقه اليوم بركه اليوم بركه في القروان والقروان بالذات شنو حكايتها بربي يعني هي ولا فما طريق موت غاديك في هذيك منطقه عبور مخطره برشا بركه الحادث يعني اودى معناها بثلاثه ودرا قدام الجريح. انا نقول لك السلامه الموريه موزعه على كل عديد الوزارات وما ثم تقصير كبير. انا نتمنى وطلب واضح مش حكاية مواطن زادة سي عفيفة. لا لا انت المواطن شو المواطن انت خبير بالميدان هذايا سنوات وقت المواطن يعني زاد المواطن زاد شنو الاستهتار شو عندك في الاحصائيات شكون المتسبب فماشي دي كاتيجوري معينة في معينة شباب وقت المواطن الشباب يا سيدي كارثة في تونس 33% من اللي يموتوا في حوادث المرور شباب 681 من اللي ماتوا 1400 ماتوا شوية في 2015 قد ايه ماتوا قد ايه 680 شباب 33% تقريبا شباب. أيه. كلام تو هذا معقوله في بلاد معناها مراهنه على الشباب ومستقبلها الشباب. مشكلة شنو مالها مشكلة شنو مشكلة تقصير عائلي مشكلة شنو تقصير نحن قاعدين نطبقوا في القانون. باهي الكياسات زاد شنو الوضعيه؟ شوف حكايه لي رون بوان حكايه الحود هذوك ما يتحملوش. مش نرجع لك الكياسات. اول حاجه الساعه يلزم المواطن يشعر اللي ثم جديه في تطبيق القانون من خلال اعوان والوحدات الى غير ذلك. الرحمه لا في قانون الطرقات اللي تلعب حياه الناس واحد يسوق في كهرباء ولا في كاميون. اخي شو الفرق بينه وبين واحد يسوق في شارع ولا في دبابه ولا هز سلاح يجري به في الشارع ولا يحرق ضوء؟ اذا القضيه الساعه اليوم نرجع لاعتبار القانون تطبيق القانون لا مجاملات ولا ولا تدخل كبير هزك النهار والله قدامي هم حجر نتاع نتاع واحد لا هو ما عنده حتى اجراء حمايه ولا ما حد شيء هززهم هكا حجر اليوم مسيب اليوم انا حجر انتخبه اليوم انا انا انا, أنا في شارع محمد الخامس وغيره كذا نشوف في الاعوان نتاع المرور البوليسيه جدد خريجين دفعات الاخيره اللي هما جدد يعلموا فيهم مازال يعلم فيه ما يقفش في الرومبون يقف بعيد باش يحصله خرج في الضوء الاحمر تيقف في المفترق باش يراك وحتى اللي كان عنده نيه نتاع خبث باش يحرق الضوء كيف يشوفك واقف وعينيك محلوله ومنتبه يبطل وهكا نكونوا هذه الوقايه. اليوم نحكي الجمعيه التونسيه للوقايه والطرقات راهي مش مسؤوله على السلامه المروريه هي مجتمع مدني تعاضد جهود الدوله. شفناك الدوله في الحمله نتاع العيد نتاع العوده الدوله مسؤوله باش تحمي المواطنين الدوله باش هي تحفظ ارواح الابرياء اللي قاعدين تسق ارواحهم على الطرقات. اليوم عندك كوارث حياه الارواح وممتلكات الى غير ذلك. اليوم خسائر حوادث المرور راي 600 مليار و 800 مليار سنويا. شوف شو يعملوا لك هذوما الطرقات. ونقول لك حاجه اخرى اليوم عندنا صندوق تمويل برامج الوقايه من حوادث المرور. الصندوق هذا فيه المليارات تأنوا منها خزائن البنوك ولكن الناس اللي حطوهم في موجود اللجنة الصندوق هذا موجود موجودة والفلوس موجودة أي؟ واللي حطوهم يسيروا في الصندوق وخاصة الكلام الموجه لوزارة المالية والممثلين نتاعها اللي يحضروا في اللجنة الاستشارية يجوا باش يعطلوا المشاريع. عليه هو صندوق معناه شي نجم يفيد هو هو الفلوس مش فلوس الدولة هي مش فلوس الدولة هي فلوس المواطنين. أنت كي تعمل بوليس التأمين يقصوا لك مبلغ وحطوه في الصندوق. أي هذا شو دور الصندوق؟ هذا دوره باش يمول برامج ومبادرات تنمية السلامة المرورية من نوع مثلا من نوع الحملات الحملات التوعوية اليوم وكذا. عندك حملات أنت في البلاد انتوما في 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 قناه التاسعه لا لا ما جاتناش برشا لا وعملتوش قال لكم شي جاوا عملوا حمله كبيره دعائيه للتوعيه المروريه للارتقاء بالوعي المروري رغم الفلوس مرصوده والفلوس موجوده. اذا انا نقول لك والمشكل مع جماعه وزاره الماليه هذوما يحضروا باش يعطلوا المشاريع ويعطلوا البرامج هكاك لان يحطوا عباد في غير ما يوضحهم ما همش في المكان الراجل المناسب في المكان المناسب.
حط واحد باش يناقش برامج نتاع سكيور تيرير وما يعرفهاش على خاطر مشيخ منحه يحطوه في الصندوق في اللجنه. معقول تو هذا في قضايا مهمه أنا. هذه حساسه معناها هذه ما يجتمعوش هذه الاجتماعات نتاعهم خمس سنين تعداو ما اجتمعوش اول مره يجتمعوا تو عندهم جمعه ولا جمعتين ويعطلوا البرامج. الولايات الكل تحب تعمل مشاريع البرامج. واضح سي عفيف. انا نقول لك قرار عاجل ندعو رئيس الحكومه تحدث معاه قبل مصيبه لك اليوم راهو كل مره ولينا نحلوا خبر ترقى كان هالحوادث هذه اللطف يعني وشملت الناس كلها بالمواطنين العاديين بالعباد المعروفه ولاتش حتى قيادات سياسيه ما يقتلوش هذه يقتلها الكياس. انا نطالب الواحد انا نطالب اخراج ملف السلامه المروريه من اشراف وزاره الداخليه الى اشراف رئيس الحكومه. شو معناها؟ اليوم حتى توصيات الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه والبنك الدولي و التوجه الدولي كله وبداوا فيه الدول هاي المغرب في اخر سبتمبر باش يصادقوا على القانون احداث الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، يعني وكاله بما معناه انه تكون بعيده على وزاره، كل وزارات فيها تحت اشراف رئيس الحكومه. واضح. نحن اليوم مشكلنا الكبير أن يلزمنا هيئة عليا للسلامة الطرقية وللسلامة المرورية وتحاسب كل الوزارات. اليوم هون نعطيك أي وزارة سميها لي تنقول لك وين التقصير؟ عاجبك وزارة النقل؟ التجهيز. وزارة النقل ساعة بدرجة أولى، الإدارة العامة للنقل البري موتور مازوت يسخن وقت اللي يموتوا 200. اليوم عاجبك الوضع في النقل العمومية ولا النقل الخاص؟ تفضايح في البلاد، اللي يركب يشاهد. الكياسات تحسنوا نقولوا ولكن عندك نقاط سوداء ظاهرة اليوم في كياس المرسى قدام كارفور وغيره باش تشق لازم تشاهد تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتشق الكياس وتشوف روحه توصل ولا لا. اذا التروتوار معقوله اليوم مشكل كبير لا غوفرنونس دو لا روت حوكمه الطريق استيك تحكم تعدي الكوابل الغاز يحكم التليكوم تحكم البلديه تحكم بيع الدلاع يحكم اللي بيع العلالش في العيد يحكم الناس الكل تستغل وقهاوي ولا ثم ارصفه ولا ثم وين يمشيوا الناس. اذا ما ثماش رابيل الاوردر يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته. وانا نقول رانا قاعدين معناها مخيبين امال شعبنا بما انه شعبنا قاعد يموت وثروتنا الحقيقيه في بلادنا هي الناس هذوما قاعدين يموتوا. استنزاف كبير للثروات نتاع البلاد اللي هما العقول توا طبيب تصرف عليه الدوله باش تقريه قداش فلوس في كليه الطب سان كاماني ميدسين والا دوزيام اني انترنا والا ريزيدون يموت في حادث مرور. وزير الداخليه بربي عندي رساله علاش وزير الداخليه ما يتحلاش بالشجاعه؟ تقول لي كيفاش؟ نقول لك معقول توا واحد داخل لوتيل باش يسهر ولا بوا دو نوي يفركسو في الدخول عندوش الكهرباء فيها حاجه نتاع ارهاب وكي يخرج ما يقولولوش نعملوك الكوتيست انت يا خويا سكران ما تخرجش راه اختر عليك اقعد غادي في الوتيل الو كلموا بوه اجي روح بولدك نحميو الارواح. نتحلاو شويه شجاعه في تحمل مسؤولياتنا وفي حفظ وفي الارواح والممتلكات. ايمن تعليقك على بالنسبه لي انا المسألة هذه مربوطة بتطبيق القانون، يعني بكل وضوح عندما يطبق القانون نحن ما عندناش عبء معناها على الأقل نقلصوا وارتقاب الوعي. اليوم التربية المرورية لازمها كيما العهد المتقدم التربية المرورية تتحط في المدارس أكيد باش ننشئوا جيل واعي وجيل واضح متحمل مسؤولية واضح باش يكون عندها مناسبات أكثر باش نزيدوا نحكيوا تفضل. يعني تطبيق القانون أنا بالنسبة لي أنا كل ما نطبقوا قانون في كل حالة حتى صغيرة يعني نحن نقلص من معناها عدد وحجم الكوارث هذه قاعده تصير في تونس. ثم مساله اخرى التونسي مشكله كبيره في مرحله فوضى وما الى ذلك في مرحله تمر بها البلاد ومشكله كبيره. يعني واحد من الناس معناها ندور في الكياس وكيف المواطنين كلهم مغامره اليوم الكياس مغامره صدقني برهان معناها عندي فو بحذايا في قدام معناها في الحي نتاعي انا ما يتقفش فيه الكراك مستحيل ويعني وكله معناها وهذايا معناها مش ينطبق على البلاصه هذيك معناها في جميع معناها ارجاء البلاد وهذه اشكاليه ومعضله كبيره برشا حكايه معناها حوادث الطرقات واللي تسبب في معناها في الاف معناها من الموتى والجرحى معناها كل سنه كما قال لك هو معناها نسبه كبيره زاده من الشباب معناها هذه حاجه معناها مربوطه بوعي مش حكايه الوعي البيرمي ما نعرفش العمر هذاك اللي يقول صالح ولا مش صالح والرشوه في البيرمي نقول في كل شيء حتى اللي يشدوه بالبروف اخذ الرشوه ما تعرفش يعملوا وزاره النقل مش يحاسبوه باش يكون مثال ويكون عبره الاخرين لا يبدلوه يحطوه في سليانه ولا شدوه يطلب في الرشوه نتاع الزلابيا في نابل حطوه رقوه حطوه في سفاقس واضح الفحص الفني زاد قضيه اخرى في كل مناسبه ما نطبقوش فيها القانون برهان يعني نحن حلينا المجال نحصدوا كان الكوارث يعطيك الصحه. ايمن الزميلي الصحفي بوكالة تونسي في قلبها شكرا جزيلا سي عفيف لا لا هذا المنبر منبر مش من باب التملق لانكم الوحيدين اللي انقلتوا بامانه وغطيتوا الحمله نتاع عيد الاضحى المبارك في طريق بنزرت لان القنوات الاخرى
مسافرين جاوا ما قالوش الجمعيه عملت نظمت، لا قالوا المرصد نظم والجمعيه شاركت، والعكس راهو نصحح، الجمعيه نظمت كمجتمع مدني وهي دعات المرصد تشارك معنا، ولكن نحن نتكامل من اجل هدف سامي هو حمايه الارواح والتركات. لان التحدي كبير واضح في الفريقي رئيس جمعيه تونسيه الوقايه من حوادث الطرقات، نرجعوا له اكيد كبيرة. اكيد على ذمتكم اكيد اكيد. النهضه والنموذج التركي، هل تسير النهضه على خطى اردوغان مثلما يتهم او يحلل البعض؟ هذا باش نتناولوه مع ضيوفنا بعد ما نشوف التقرير هذا. الحزب الوطني هوية والتوافق السياسي نهجا، تخصص الحزب في العمل السياسي وتحرير القدرات المواطنية في مجال الإصلاح، المرجعية الإسلامية قوة توجيهية نحو أحسن العمل، أولوية النهضة نحو اقتصاد صاعد ومجتمع متضامن وتنمية مستدامة واستكمال البناء الديمقراطي وتحديث الإدارة ونحو استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للإرهاب. هذه أهم التوصيات التي جاءت البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحزب النهضة الذي انتظم في 20 و22 مايو الماضي. أهم أرادت النهضة أن تسوق له خلال مؤتمرها هذا هو موضوع التخصص لتنسلخ من كل ما ينسب إليها من تشدد وغلو في الدين، وخاصة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين هذا التنظيم العالمي، لتقول النهضة أنها حزب سياسي مدني تونسي الإسلام مرجعيته، ولذلك ستترك عملها الدعوي إلى أهل الاختصاص من قياداتها ومنظمات المجتمع المدني. لكن عديد المتابعين والمعارضين لتوجه النهضة ولوجود حزب إسلامي على سدة الحكم يقول أن النهضة تتلاعب بالمصطلحات لتنقذ نفسها من عديد الانتقادات، وآخرون يقولون أن النهضة اليوم تريد ارتداء عمامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لترسم مستقبلاً لتجربتها في تونس شبيهاً بالمستقبل الذي رسمه حزب العدالة والتنمية لنفسه في تركيا. الإسلام السياسي كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموعة المسلمين الأصوليين الذين يؤمنون بأن الإسلام ليس عبارة عن ديانة فقط، وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة، هو اليوم تراهن عليه النهضة ليكون بوصلتها في المرحلة القادمة. فأي مستقبل سياسي سترسمه النهضة لنفسها وسط انتظارات المتابعين والخصوم الذين يراهن البعض منهم أن الإسلام السياسي لا مستقبل له في المنطقة أو في تونس، وبين من يقول أن النهضة أحسنت إدارة ساحتها الداخلية واستطاعت أن تكون جزءا من ساحة سياسية لطالما كانت منبوذة منها. رحب بالمفكر والكاتب التونسي يوسف صديق، مرحبا بك يوسف. مرحبا بك ومرحبا، والتحية لضيفك الكريم. يعيشك. ورحب بالطبيعة بالسي رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية السابق، مرحبا بك سي رفيق. أهلا وسهلا، عيدكم مبروك إن شاء الله. يعيشك سنين دائما. ما نعرفش نبدأ لك في حكاية بربي معطى علامة يتأكده لنا ولا اليوم سمعناه وكتبنا فيه أنه السلطات التركية بالجد عبرت أنه سي لطفي زيتون بيرسونا نون غراتا في تركيا. لا لا, 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 لا ليس صحيح هذا الخبر، هذا الخبر أشكي بشكل رسمي وقاطع. أنا كنت موجود في تركيا، أنا كنت خلال الوفد. لا ليس صحيح، يعني أنا في نفق، أنا في قاطع، أنه لأنه سيلوت في ليلة الانقلاب كتب كلمة أبداً لم يتم التطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ما سمعنا شيء تحفظ من الجهة التركية. الزيارة الأخيرة للشيخ الغنوشي لتركيا أنت كنت معه؟ أنا كنت موجود في الوفد. لطفي زيتون ما كانش موجود؟ ما كانش موجود، مش مبرمج من الأول ولا مش من ضرورة، لم تجري العادة أن الأستاذ لطفي زيتون يكون في كل وفود، في بعض الأحيان يكون موجود وفي بعض الأحيان ما يكونش موجود، يعني ما عندهاش علاقة بالموقف اللي عبر عليه من الانقلاب في تركيا. يعني ما تنفي ذلك؟ أنا في قاطع، يعني التركية قالت لكم راهو كذا ولا واحد؟ ليس صحيح، ليس صحيح. على كل مرحبا. أما سيد رفيق عبد السلام ما تنجمش تنفي الكلام اللي قاله يوسف صديق، خاطر قالوها وقدامنا وش جديد أكدو المعبر عن شغاله هو عنده أسبوع في تصريح لافت للنظر أنه حال البلاد ما يعجبش برشا، متشائم كثير، وأحد عناصر التشاؤم اللي يحكي عليها يوسف الصديق أنه النهضة ستعتلي الحكم سنة 2019، قالها بشبه قناعة، وقال أنها، وهنا المشكلة مش أنها تعتلي الحكم، أنها ستحول تونس إلى تركيا جديدة. علاش القناعة هذه سيد يوسف الصديق؟ أولا أنا أحتج أمامكم وأستشهدكم أنه بعد في التواصل الاجتماعي صارت ردود فعل جد وبذيئة وبصفاقة كبيرة ياسر من الناس اللي صحوا بيسميهم مهندسين ومحامين، وما نحكيش على الولاد الصغار. أولا معناها تحويل وجهة هالتحليل هذي،
حتى من جريدة من الجرائد مش لازم نذكرها وما نحبش نذكرها تقول عندما يتحول المفكر إلى عراف. الناس ما يفرقوش بين القراءة من خلال وثائق مرئية مقروءة وبين ما يسمى بالتكهن ولا الكهانة ولا حاجة. الإنسان نعرف اللي من الأول انتبع في السياسة في بلادنا على الأقل من سنة 1900 و2011 والتحول دارسه كاتب عليه كتاب للتوى لم ينكرني ولم أنكره. نعتقد أنه الكارثة الكبيرة اللي جاتنا هي تعلقنا بالإسلام السياسي. الإسلام السياسي تناقض في حد ذاته. ليش؟ لأنه أولاً نعتقد إذا كان ثم علماني في تاريخ البشرية أول علماني هو محمد بن عبد الله، لأنه أطاح بالكنائس وأطاح بالوسائط، ما عادش ثم وسائط، ما عادش ثم كاهن، ما عادش ثم ربي، وما عادش ثم بابا، وما عادش ثم حد شيء. الإنسان عنده علاقة مباشرة، علاقة عمودية مع الإله في إيمان فردي متعلق بالسماء. إذا كان أنت تجي تقول أنه النهضة ما زلت مارس في القضية الوسائط هذه أكثر ما تتصور. شوف النهضة أنا بالنسبة لي يعني اليوم يعني أنا بالنسبة لي في قراءتي في قراءتي هذه جات من وقت اللي الكارثة الإعلامية الكبيرة أنه تنازلت على العمر في المجلس التأسيسي. أي مش لازم العمر شنو علاقة هذي تعتبره كارثة أنا تنازلت على العمر للترشح للانتخابات الرئاسية تاع 19؟ لأنه علاش عارف علاش يوسف الصديق المفكر يقف على تفصيلة سياسوية من نوع هذي؟ مازال القراءة القراءة حروف ما تقفليش على حرف واحد. هذا الحرف الأول. الحرف الثاني أنه الدستور اللي عندنا دستور كله متشابه، الكل كله كلام رسول الله. ثم واحد وحتى أهل القانون أهل القانون قالوا معناها واحد ما سمعوش قيس سعيد هون نقولوا عليه ما قالوا أنه ما يقولوش دولة دولة مدنية. ما ثماش كلمة دولة مدنية، ثم حكم مدني. الدولة المدنية مش موجودة. الدولة العسكرية دولة تقعد دولة أما اسمها عسكرية. دولة ستالينية دولة أما تقعد دولة. أما ثم حكم لو غوفيرنمون سيفيل، ما ثماش إيتا سيفيل. إيتا سيفيل هي الحالة المدنية نتاعك، ما فقوش به. وثم يعني ثم عدات على بقية شركائها العلمانيين في تونس يا ولدي قبل يا ولدي هاو ثم أسدت قانون. إي ولكن فما أيضا برشا علمانيين يوسف صح بعد الصورة اعتبروها كذا. نقول لك ليش؟ عدات عليهم هذوما لأنه حركة النهضة بالأساس لا تحكم إلا بالتكتيك، ما عندهاش استراتيجية، ما عندهاش فكرة الوطن، ما عندهاش فكرة الوطن. بالنسبة لها الوطن يمتد من جاكرتا إلى طنجة والكل هكاكا وإفريقيا وانت ماشي معه. ما عندهاش فكرة الوطن، والتكتيك هو الوصول للحكم لإرساء هذه المقولة التي هي مقولة انعدام الوطن. ثم وطن إسلامي يعني ثم وطن ذهني ثم وطن روحاني يعني أما الوطن الأرض المهدية والشعامبي وجبل صمامة يعني يوسف صديق أنا علاش فرحان باستقبالك أنت وباستقبال سي رفيق عبد السلام. أحنا مناش باش نعملوا كل عرك السياسي نتاع الواحد. لا أنا في العمق يعني سيد يوسف احترام جيد وصادق. يعني هذية معناها تعتبر النهضة التونسية لم تنجز أي شيء في علاقة بالمراجعات، في علاقة بالمسألة علاقة الوطنية بالأممية الإسلامية. يعني لا هاني قد جاوب يعني مقدر ما وكأنك تسحب خطاب جاهز ينجم ينطبق على الإخوان المسلمين في مصر كما نجم ينطبق على الجبهة الإسلامية الإنقاذ الجزائرية. حتى النهضة التونسية دخلتها في العجة هذه وكأنها لم تنجز مراجعات، ما نجزت حتى شيء. التناقض في التسمية. الإسلام السياسي تعريفا لا يمكن أن ينتج وطن، أبدا لا يمكن أن ينتج وطن. ليش؟ لأنه جاكرتي التقي خير لي من ما أسميه بالملحد في جابس. في جابس واضح. رفيق عبد السلام كنت تسمع في يعني على كل حال أنا سمعت احترام أراءه وقال أن هذا قراءة اجتهاد اجتهاد يبقى يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب. يعني على كل حال أنا تقديري إذا باش نقرأه الظاهرة العامة، أنا كتبت هذا في موضوع ما يسمى بالإسلام السياسي، هو أصلاً مصطلح غامض وملتبس. والمقصود بالإسلام السياسي يعني هذا مصطلح بعضه يستخدم الإسلام السياسي، بعضه يستخدم الإسلام الاحتجاجي، بعضه يستخدم الأصولية وغيرها. أنا تقديري حركة النهضة هي حزب سياسي لا يختلف على بقية الأحزاب السياسية. حزب سياسي يعتمد المرجعية الإسلامية كثقافة سياسية عامة في البلد. الأحزاب السياسية مثل الأجسام الحية
تتطور وتتفاعل مع المحيط. النهضة عام 2015-2016 غير الاتجاه الإسلامي سنة 81 غير الجماعة الإسلامية. مع أنا اختلف مع سيوسف اللي يقول فكرة الوطن ما هيش موجودة. أنا كيف نقرأ البيان التأسيسي للاتجاه الإسلامي، ما حكيش على حركة النهضة، تتحدث على الوطن التونسي وتتحدث على البعد المغاربي وحدة المغرب العربي الكبير، وتتحدث على البعد العربي. أنا ممن يؤمن بالترابط بين الحلقات الثلاث، بين البعد الوطني المحلي وبين البعد المغاربي الإقليمي وبين البعد العربي. وربما البعد المغيب الآن في الكثير من التيارات السياسية هو الاختزال في البعد الوطني مع أهمية البعد الوطني. تونس ماهيش ظاهرة عابرة أو شيء مستحدث، فكرة الوطن في تونس منذ القرن 17 و16 بدأت تتبلور بصورة واضحة، وربما حتى قبل ذلك اللي يقرأ حتى نصوص معناها الإصلاحيين التونسيين معناها من القرن 17 معناها بدأت تتشكل حدود الإيالة التونسية بارتباط كان غامض بالسلطنة العثمانية، لكن فيما بعد تبلورت فكرة الوطن التونسي وظهور الطبقة التونسية موحدة في هذا الجانب، ما فهمش اختلاف حول مفهوم الوطن. فيما يتعلق بالدولة المدنية والحكومة المدنية، هذا جزء من السجال السياسي الحاصل في تونس. كان فما سجال على أعمدة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام أن حركة النهضة لا تؤمن بمدنية الدولة، تم التنصيص هذا، وهذا جزء من التجاذبات السياسية. ربي قبل ما تمشي ماذا السيد رفيق، خليني في مسألة الوطن والوطنية. هو 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 يوسف صديق يقول لك راهو واضح، أنت نجم تعطيني خطبة وتقول لي راهو الوطن ومفهوم الوطنية مفهوم متأصل في أدبيات حركة النهضة، لكن يقول لك أنت تخاتل. لماذا؟ لأنه في نفس الوقت اللي تدافع فيه وتقول لي أنه المفهوم هذا مؤصل، أنت تتبنى مفهوم الإسلام السياسي. هو يقول لك ما دمت دخلت لدار الإسلام السياسي أنت تناقضت بشكل كامل مع مفهوم الوطنية والوطن. أنا نحب نفهم منك أنا رفيق عبد السلام، هل لازالت حركة النهضة جزء من مشروع الإسلام السياسي ولا لا؟ هذا موضوع يعني هل أنها تقول لجمهورها، هل تقول لقواعدها، تقول لناسها في أدبياتها الجديدة ومراجعاتها رانا لسنا لا علاقة لنا بمشروع الإسلام السياسي، أم أنها على خلاف ذلك لازال تعتبر نفسها جزء من الإسلام السياسي؟ خلينا السعر ما نعملوش مقدمات خاطئة باش ما ننتهيوش إلى نتائج خاطئة. المقدمة الأولى أن الإسلام السياسي لا يؤمن بالوطن وكذا، هذا على كل حال الخبراء والباحثين ينجموا يمحصوا فيه النظر. أنا أقول لك هذا مش صحيح. حتى في عشرينات القرن الماضي كيف نقرأ النصوص البنة مع أنا نعتبر الإسلام السياسي في العشرينات شيء متجاوز، كان يتحدث على الوطنية المصرية ويتحدث على الرابطة العربية ويتحدث على البعد الإسلامي ضد الإنجليز ولا غير ما هكذا. ما هي المفاهيم السياسية يوسف تتشكل في سياقات تشكل مفهوم الوطنية في العالم الإسلامي، مش فقط ضد الإنجليز، وتشكل في سياق الثورات العربية، وتشكل أيضا في بعض الأحيان في مواجهة العثمانيين للأتراك. القومية العربية في بلاد الشام تشكلت في مواجهة العثمانيين للأتراك وغيرها وغيرها. وربما في تونس أو في بلدان المغرب العربي ما فهمش الإزدواجية بحكم غياب الأقليات الدينية، وارتبط حتى مفهوم العروبة بالإسلام خلاف المشرق العربي اللي نجم يكون واحد القومية العربية كانت معناها متمايزة نسبيا على بعد الإسلام. على كل حال هذه سياقات تاريخية. معاك لو تاريخية. أنا نجم نكون فكرية. أنا نحب نقعد سياسيا في تونس. شوف. ما نحب أقول لك أنا سياسة. ملموسة. لا سمح لي سياسة الجانب هذا مسألة السياقات التاريخية شيء أساسي مهم. أنا أقول ما يسمى بالإسلام السياسي. أنصار الإسلام السياسي أو عناصر الإسلام السياسي ما همش كائنات ميتافيزيقية. هم فاعلون سياسيون. والفاعل السياسي يتأثر بالمحيط وطبيعة المناخات السياسية التي يتحرك ضمنها. اللي يقول اللي حركة النهضة لا تتطور ولا تتفاعل مع المتغيرات السياسية تقديري خارج الزمان والمكان، لأن أنا كيف نجي كباحث ومراقب، سامحني سيوسف، كيف نجي كباحث ومراقب نقرأ نصوص النهضة، نصوص الاتجاه السياسي على خيط التكتيك لا على خيط الاستراتيجية والإرادة. شوف سيوسف في الجانب الفكر، هذا قضية التكتيك والاستراتيجية، لا نقيم الفكر بالنوايا. ما نعرفش انا شنو اللي يعتمل في صدرك الان. ليش حاب نهبط معاك للسياسه؟ إيه مش السياسه، نحكي لك هذا في النصوص. انا كيف نقرا نص خليك انت تدير التفاعل. لا خليني نتفاعل. كيف نقرا انا نص؟ كيف نقرا نص انا كمؤول النصوص؟ كيف نجي نقرا نص الاول باش نبدا نقب انا في النوايا شنو اللي خلف اللي قاله سيوسف؟ هل هو تكتيك ولا استراتيجيه؟ لا. انا نقول لك كيف نقرا النصوص نتاع حركه النهضه، ما كيفاش تحكم على ظاهره سياسيه اجتماعيه من خلال نصوصها، من خلال منتجاتها الاساسيه، ومن خلال أفعالها. كيف نقرا النصوص ومن خلال افعالها والافعال السياسيه مرتبطه بالمناخ السياسي العام. كيف نقرا نصوص حركه النهضه سنه 81 غير نصوص حركه النهضه سنه 2015 و16 حتى سنه 81؟ بيان التاسيسي لحركه التجاه الاسلامي كيف تقرا بعيون نقديه ثاقبه تجد حالة متقدمة عن الحالة الإسلامية في المنطقة العربية والمنطقة المغربية. وقع سيد رفيق وضعت انخراطات كثيرة. نحب نمشي للسياسة والأفعال. علاش تحاسبوا في النوايا؟ نحب نمشي للسياسة والأفعال. أبدا. لا أبدا. نحب نمشي للسياسة. مثلا أخيرا في
تصريح واضح نتاع رئيس الحكومة السابق، قال اللي كثروا علينا الموظفين. موظفين شكون هما؟ أنا كنت نعيش في ناس حدادة معلمين كانوا وعاظ ومرشدين وأئمة، توا دخلوا في نقابة. أنا نحب نقرأ القراءة الأرضية كما يقولوا بالفرنسوية تراتير الأرضية. انهارت اللي رئيس حركة النهضة جابوه قالوا له بربي ايش قولك في افعال الناس الشاذة او كذا، قال ما عندي حتى مشكل، الناس احرار. مش ايجابي هذا؟ ايجابي جدا. اما انهارت اللي صارت في امام اللخمي، ارسل الرجل الثاني في النهضة حتى يدافع عليه. يعني معناها الامام اصبح موظف وصاحب نقابة، بينما الفضاء كان جيت متدين، انا متدين بكدا، الفضاء السياسي يلزم يبقى لاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. اما مش تصير انه الدوله كامله تنخرت من طرف الترويكا ومن طرف حكم الترويكا، تنخرت من الانتداب الموظفين بصفه عشوائيه، والكلهم دائما معروفين، كلهم اما ائمه او وعاظ او ناس اللي جابتهم النهضة. هو بالنسبة لي استنى ساعة مازال انعدام الرموز جي مثلا في حوايج، فين جابتهم النهضة يا سي يوسف؟ فين جابتهم الأئمة؟ دخلتهم في الدولة، دخلتهم الدولة أئمة وعاظ، دخلت في هم يخدموا على رواحهم، يخدموا أئمة وعاظ، ويقول لك وزير الشؤون الدينية السابق يقول لك 55% منهم دون المستوى. هذا قاعدين ياخذوا في شهرية، هذا خاضع الإحصائيات، ينجموا نجيبوا شكون معناها المختص في الجانب هذا ويعطينا الأرقام الدقيقة. ثانيا خلينا نقراوا الأرض. معناها أنا كيف تصير حاجة في حكومات الترويكا والمسؤولين على الترويكا، انعدام الرموز، يصير أنه وليد صغير في روضة معينة مشبوهة ندراش يصير له حوايج، حتى الإعادة تزوغبني باش نعاودها، ما يصيرش رموز، يصير الرش ما يصيرش رموز التوى، يصير القتل قتل، لا ما يصيرش تكوين رموز الناس. ليش؟ لأنه باقي في عقلية البداوة متاع النسيان، أنساو 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 أنساو، لأنه الهدف اللي أنا قريته نقرأ فيه أنه عام 19 باش نرجع لعام 19، أنه أولاً النظام البرلماني اللي هو الناس الكل توا يقولوا راهو تركة خايبة ياسر وكارثة. ثانياً بعد جيوا في المؤتمر متاع النهضة اللي هو مؤتمر كما تعرفوه، معناها أبها كما متاع فيلم ولا متاع مهرجان غنائي، والناس كل قالوا على قدش دام إيش يقول، أنه يحط كلمة واحدة أنه على لرئيس النهضة أن يترشح لرئاس الجمهورية. معناها ما المشكل بالنسبة ليوسف صديق أنه كل مؤتمر النهضة تعمل من أجل تمهيد الطريق للغنوشي للترشح في حمية الرئاسية. هذا قصير برش، هذا قصير برش، لكن القراءة كاملة تعني أنه ثم تتبع تكتيكي للهدف لأخذ الحكم وإرساء ما يسمى بالإسلام السياسي، تعميمه على تونس. إن شاء الله ما تصيرش، إن شاء الله ما تصيرش. أما أنا بالنسبة لي مقتنع أنه الهدف الأعلى والتقيات موجودة في الإسلام السياسي، التقية موجودة حتى عند البنا، ثم تقيان ساعة نعمل تهدئة معينة حتى نعمل كذا، نعمل رواحنا مشينا مع فلان الفلاني ونعمل التقية موجودة، ومن الأسلحة الكبيرة الحزبية والحركية في حركة النهضة. الهدف أنا لحد الآن العنوان اللي عملته الموقع اللي أثار هالضجة اللي ما كنتش نستناها أنا، أولا ساعة أنا نحترم تركيا لأنها بلد عظيم. هذاك علي بربي نحب نربط معك في الحديث سيوس الصديق، تقول انهم يهددون بتحويل تونس الى تركيا جديده، تجيبك جديدة اصوات ناحية تجيبك ناحية اصوات اخرى، تجيبك اصوات يوسف سامحني، تجيبك اصوات اخرى يقول لك تيوش خصنا كان تحولوا الى تركيا جديده بنسب النمو بالتقدم الموجود في تركيا. اذا علاش كنت انت وكانك تنبه فزاعه؟ وانا نعاود اللي شخصنا كان نوليو كما تركيا، فيها طرقات، فيها نظام، فيها مدن جميله. برشا ناس قالوا ما نعرفش تركيا، انا من عام 71 تركيا، وبكشي تركيا تؤكد انه مشروع الاسلام السياسي مش بالخيوبيه اللي يحكيوا عليها العباد مثلا. هنا هنا يسالوك ناس اخرين، ما نحبكش تسقط في اللي جاوبوني، على خاطر ما نحكيش على تركيا كبلد، ما نحكيش تركيا على مجهودات، فرصه للتوضيح، ما نحكيش تركيا على شعب، على شعب معناها نحكي تركيا كمنظومه سياسيه. تو كي تحكي على روسيا مجبور تحكي على ستالين ولا تحكي؟ ماكش مجبور تحكي على روسيا بلد عظيم بتاع تولستوي ومتاع الموسيقارات الكبير ومتاع الفلاحه الكبيره ومتاع المجد الكبير. انا نعتقد ان تركيا بلد عظيم من الناحيه هذه، وخاصه في النهضه الاقتصاديه والاجتماعيه. لكن المنظومه
التي بتريف بتريف قاعدة تمسح تماما في العلمانية اللي هي أصل السياسة. العلمانية هي أصل السياسة وما هيش كلمة عيبرة العلمانية. الناس ولو كيسبوه كما يقولوا له يا ملحد كما يقولوا له يا علماني، لا، العلمانية هي في أصل الإسلام. ليش؟ كما قلت من الأول اللي هو أطاح بالكنيسة، ما عادش ساعدني أنا واحد يقول لي أنت إيش تعمل وإيش ما تعملش، ما عادش ساعدني إنسان يجبرني بأن يكون عندي فكرة ولا مش فكرة. ما يساعدنيش في تونس يكون ثم جمعية لمحاربة المد الشيعي، شنو هذا؟ وين باش يوصلونا؟ واضح. باش نسمع تفاعل رفيق عبد السلام، لكن بعد بعد الفاصل اللي شاري هذا. مرحبا بكم مستنى في النقاش. رفيق عبد السلام، كنا نسمع في يوسف صديق يعني قال لك لا انا ما عنديش مشكله تركيا من ناحيه نموذج النهضه والتنميه كياسات وكذا ما عندي حتى، لكن قال لك ردوا بالكم تغلطوا، راني نعرف شنو نقصد شنو نحكي، انها اختار انه النهضه تحاول ان تحول تونس الى تركيا جديده، تركيا من بوابه تلك التي ضربت اسس العلمانيه التي قام عليها التحديث التركي، تركيا التي اليوم تكون بصدد نحت نموذج نظام يقوم على الفرد الذي يتمتع بالصلاحيات مطلقة حتى أنه يمشي على هوية أو على 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 لا أقول هوية، يمشي على تماس ديكتاتورية جديدة، وهذا اللي أنتم بتعملوا فيه بتهيئة راشد الغنوشي إلى انتخابات رئاسية سنة 2019 ليكون أردوغان تونس جديد. على كل حال توسيوس ذكر روسيوس ذكر نقاط كثيرة فيما يتعلق هذا بالمقارنة تركيا، تطور إيجابي. يعني قبل كانوا يتهموا فينا حنا باش نحولوا تونس إلى أفغانستان والصومال، الآن يتهمونا باش نحولوا تركيا تونس إلى تركيا. وإذا قصد بتركيا تحدث أنت على التجربة التركية بصفة عامة، تحدث ربما عن تجربة حزب العدالة والتنمية. على كل حال تركيا اليوم تسجل من أعلى المعدلات النمو الاقتصادي، فما نجاحات اقتصادية تنموية في سياق الدولة التركية الحديثة اللي تأسست من عشرينات القرن الماضي. جاء حزب العدالة والتنمية لمعالجة مشكلات اقتصادية تنموية، مشكلات هوية، كان فما توتر هوية ونزاع في الهوية، وشيء من هذا مازال حاصل في تركيا. إذا نحن نتهم باستنساخ تجربة حزب العدالة والتنمية، أنا أقول لك مع تقديرنا لهذه التجربة، بالتأكيد تجربة حزب العدالة في تركيا فيها إيجابيات، ولكن التجارب السياسية ليست نسخ كربونية، مش كربوني كوبيز كما يقولوا، مش تنسخها. كل بلد أوضاعه وسياقاته أوزانه. تركيا دولة إقليمية لها أوضاعها الخاصة، ربما يلخصها الكتاب الاستراتيجي المهم اللي كتبه صديقنا أحمد داود أغلو، العمق الاستراتيجي، تحدث فيه عن الجغرافية السياسية التركية. فما أوجه تشابه مع تركيا ولكن فما أوجه اختلاف. ما نتصورش احنا عندنا منش شغوفين أو مغرمين باستنساخ التجارب، ولكن شيء أساسي مهم الاستفادة من التجربة، الاستفادة من التجربة التركية، الاستفادة من التجربة الماليزية، تجربة ناجحة أيضا، ولكن كل بلد أوضاع وخصوصيته. أوضاع تونس، وزنها الديمغرافي، موقعها الجغرافي، إمكانياتها، مواردها، هذا اللي يصنع السياسات والخيارات الكبرى للدول. الدول خيارات الدول لا تنبني على الاعتبارات الشخصية والإيديولوجية، مش شنو يحب سيوسف ولا يحب رفيق عبد السلام، شنو البلد شنو إمكانياته، شنو يعطي. فيما يتعلق بموضوع العلمانية، أنا لعلمك سيوسف أنا اشتغلت طروحة الدكتوراه حول موضوع العلمانية، العنوان تاع الطروحة في العلمانية والدين والديمقراطية، وإن شاء الله باش يصدر باللغة الإنجليزية في الأيام القادمة. العلمانية مصطلح غامض وملتبس، وربما اللي قصدته أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤسس دولة علمانية ينجم يفهم بمعنى من المعاني، إذا قصد بالعلمانية معنى الدنيوية. لكن أنت كيف تقرأ أي قاموس من القواميس الأجنبية من أكسفورد إلى لاروس ولا غيره ما تجدش تعريف دقيق لمعنى العلمانية، وبالتالي مستحسن إبعاد هذا السجال لأنه حول مصطلحات غامضة. ممكن نبدل بمصطلحات أخرى. الجابري مثلا، الجابري اقترح تغيير مصطلح استبدال النقاش أو السجال حول العلمانية في العالم العربي بالديمقراطية. ما عدناش نقاش علماني إسلامي في تونس مثلا. أنا ما شفت شكون من الأحزاب السياسية تبنى بصورة واضحة يقول راني حزب علماني، لانه مفهوم العلمانيه مفهوم ملتبس وغامض. الوضع في تركيا غير الوضع في تونس. في تركيا منصين في نص الدستور على مبدا العلمانيه، مع انه في تركيا قال لك بيصاب قول لك خاطر خايفين. لا مش لان خايفين فقط، شجاعه باش نقول انا علماني. فما انا علماني لانه الرسول يوسف انت تعرف المفاهيم دائما فيها تجاذبات تاويليه. اللي حاصل في تركيا معركه عنوانها الرئيسي في تاويل العلمانيه بين علمانيه تدخليه على الطريقه الاتاتوركيه
وبين علمانية محايدة. وتحب نعطيك رأي شخصي أنا، فما زوز تجارب فاشلة في العالم الإسلامي، تجربة العلمانية التسلطية الفوقية، التدخل الدولة الإتاتيزم هذا باسم العلمانية، أو تدخل الدولة باسم الدين. تجارب الفاشلة في العالم الإسلامي، التجربة الأتاتوركية القائمة على التدخل باسم الدولة لفرض العلمانية، فرض نمط معين في اللباس وإلا في الذوق ولا في خيرة العامة، أو عكسها أيضا تدخل الدولة باستخدام أذرع الدين. أنا ممن يتبنون حيادية الدولة، مهمة الدولة أن تحترم الثقافة العامة، القيم العامة للمجتمع، تحترم دينه، ولكن دولة محايدة لا تتدخل في خيرة الناس، ما تتدخلش في اعتقادهم، ما تتدخلش شنو يلبسوا شنو ما يلبسوش. مهمة الدولة أن تضبط المجال العام، أن تنظم الحياة العامة، أن تضبط حركية المجتمع المدني، أن ترسم القوانين، أن تسهر على تطبيق سلطة القوانين، ولا تتدخل في الخيرات الخاصة. في إذا احنا نتفقوا على الجانب هذا، خلينا نبثوا على موجة واحدة. خلينا نبثوا على موجة واحدة. هذا صدد. وأنا فرحت برشا باللي قلته في الاثنين، أنا معاك. أنا قلته وكتبته هذا. مش معاك أي خير وخير. أنت ضد أنه حومة كاملة تبعث فيها صلاة خطبة الجمعة. كيفاش؟ بالبوق، حومة كاملة. كيفاش؟ تبعث فيها، تبعث معناها تبث فيها خطبة الجمعة على الهيكل. إيه هذا أمر متعارف عليه في تونس من 14 قرن. عجب. خطب تبث. عجب. خطب تبث من يظهر المصدر هذا تبث. منذ 14 قرن. هذا مسألة تعلق. أنا عشت إسلام. عشت إسلام. عشت إسلام اللي ما كانش فيه أبدا. عشت إسلام سيدي أنه بابا مكتباجي هذا جمع زتونة أربع خطاوة على زتونة. يصلي عمره ما سكر حنطه باش يصلي. النهار اللي قتلوا هذا مهم جدا يا سي رفيق. النهار اللي قتلوا يا سيدي علاش تمشيش تصلي الظهر كي الناس؟ قال لي لا نصلي جمعا وقصرا لانه من حقه. استرزاق العمل اللي باش نوكلكم به هو عباده. هذا ايش قال لي بابا يوسف؟ احنا رانا ماشي في افغانستان، ما فهمش حتى حد مخول. عمرك فاض بن عاشور ولا طاهر بن عاشور ما فهمش حتى حد مخول ولا مختار بن محمود في الحومه؟ لا انت قلت رفع الخطبه اذا تقصد التدخل على الحومة كاملة. حيث هناك يوسف. إنسان يسب، حيث يوسف. هناك إنسان يشرف الحمص، حيث هناك إنسان هذا هو وهذا هذا اللي خلانا نولي احنا عنا عقلية لا مش نكمل تواعيش عنا عقلية متاع تواكل اللي هي كارثية. الإنسان في عود باش يقول في قلبه بإذن الله ولا إن شاء الله إلى آخره، لا يقولها باش ما يخلصكش. تسمح لي سؤال، وما مسؤولية النهضة في ذلك؟ لا لا، لأن الجو العام، سمحني، الجو العام، الجو العام اللي خلقته النهضة هو جو متاع بربي تلهولي بالآخرة. هذاك علي حبيت مسألك أنت أنه تحكي على تونس والمتفرج يوسف صديق أنك تحكي خلينا نقول كلمة زهيدة وتسمحني أنه النهضة تسعى أنه تونس يتخلوا على البلاد الدنيوية. لماذا النسيان؟ لماذا النسيان؟ ما هيش برشا عام ولا عام ونص. النهضة جابت ناس اللي يوري فيك فن ويقول هذا هو، هذا هو الإسلام. لا ما جابتهمش النهضة، هذوك جابوا وجد النهضة رفع لك فن ضد النهضة أربع مرات، وهو يوري في نفس التلفزة هذا هو، راهو هذا هو. هذا هو المضيف يوسف. ضد شكون هذاك؟ هذاك رفع ضد شو اسمه الأمين العام تاع النهضة، رفع فيك فن نتاعو ضد النهضة. هذوكم اللي ظهروا لا ضد النهضة، هذوك قالوا الجهاد في سبيل الله. يا ودي النهضة هذه يا سي يوسف يبدو عندك ذاكرة قصيرة يا سي يوسف. كيفاش عند واحد ما فرقش بين السلفية والنهضة؟ مش كانت موافقة، كانت موافقة اللي يقولوا في العبدلية يلزم الفنان يقتل، لا والفنان كافر والفنان يقتل. لا 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 لا، هاو نقولوا للتوانسة هاو عند سيوسف خلينا عارفك هاك تسمع مني أنا توقيتي في النهضة. هاو نقولوا للتوانسة حرية الإبداع وحرية الفن وحرية التعبير وهذا المسجد وهذيك الحانة، اللي يحب يصلي يصلي واللي يحب يمارس كل الحقوق الفردية متاح في تونس. تونس ما هيش أفغانستان لا تنجم فيها تفرض النهضة ولا غيرها، وهذا تصوري أنا كقيادي في النهضة. حسبني أنا علاش نقول لك تو، ليش أنت تعمل في أمور افتراضية؟ هذوما الناس اللي رفعوا الأكفان. نسمعك أنت لو كان قدامي اللوز ولا قدامي واحد آخر راهو يقول لك ما يقولش شيء، راهو يقول لك اللي يرفعوا الأكفان هذوما، اللي يرفعوا الأكفان هذوما راهم رفعوها ضد النهضة. هذوما السلفيين أقرأ ما تقراش في نصوصهم هذوما، مستهدي النهضة وحاكمين عليهم بالإعدام. اللي ما فرقش بين النهضة والجماعات السلفية، معنى سامحني انا نقول لك بالابجديات نتاع معرفه السلعه السياسيه، اما انه مغرض، اما انه مغرض لا يريد ان يفهم او انه غير فاهم. ما نتصورش انت من هذا الصنفين هذو سيوس، هذا ولدك ما نتصورش من الصنفين هذا. او باش نسميه عبد اللطيف المكي اللي عامل حمله دي شهور، انا باش تنحى لي حصه اسمها عيل الله.
قال لأنه هذا إذا كان سمعته ما يفيدكش، وإذا كان ما سمعتوش ما تخسر حتى شيء. وحاملة حاملة في الواحد إيش تقول عليه ومعناها وبساند أنه الحصة هذه وأنا من أنا حسن حصة وين هذه سيوس في عيال الله في الوطني معناها أنا حسن حامل دخل في المكي في الموضوع هو اللي قال هو اللي وقع أنا حسن وقع ماذا خلفهم وقع أنه الحصة هذه اللي هي في مرفق عمومي مش لازم تكون ويلزم تنزع يوسف تنزع ليوسف هي كتبت عريضة في الغرض ولم التوقيعات ضد النوعية أنا سيوسف حسبني على ما أقول وما أصرح به يعني أنا حسبني على ما أقول وأصرح به أنا حسبني على أنا أقول قيادي وحدك إيه أنا أقول لك شنو أنا أقول لك تونس راهي ماشية في أفغانستان تونس حرية التعبير متاحة للجميع ولا دخلت النهضة في حرية التعبير ولا حرية التنظم ولا دخلت في الحياة الخاصة سيد رفيق الوقت هذا شأن يخص هذا يخص الخيارات الفردية بس النقاش وهذاك عليه حاجة منك هذاك علاش ما نبداش الأمور من عنده في أملاك أنت واحد لكن هو ما قالكش أفغانستان هو على الأقل من خلال التصريح اللي احنا انطلقنا منه قال لك أنتم تحبوا تعودوا تركيا أخرى لكن تركيا الأردوغانية اللي رئيس جمهورية يملك فيها الصلاحيات نجم توصلوا حتى يضرب الأساس العلماني اللي قامت عليه الجمهورية ويقول لك أنه عملتوا مؤتمر من أجل فسح الباب امام راشد الغنوشي لامكانيه ترشح انتخابات رئاسيه انا هنا نحب ناخذ منك تصريح سياسي وبعد نجي للنقاش المضموني التحليلي فما امكانيه لترشيح راشد الغنوشي سنه 2019 ما فهمش النص هذا اللي شو اسمه حق ترشح راشد الغنوشي ما قلناش هذا مش هذا لا 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 يعني قلت رأي رئيس الحركه ينجم يكون قلتم الغيتو من حق رئيس الحركه ان يترشح الحركه يترشح احنا ما عملناش بدعه في كل الاحزاب في العالم كانتش موجود من حق رئيس الحركه ان يترشح للمهام الرسميه قبل ما كانتش موجوده تو رديتوها بحق موجود التنصيص لانه احنا لان هذه وقعت في عندنا تجارب سابقه شنو هي التجربه السابقه الوضع الطبيعي رئيس الحزب يتقدم للمواقع الرسمية في الدولة احنا التجربة متاعنا في الحكومة الأولى متاع سي حمادي جبالي والحكومة الثانية متاع علي العريض رئيس الحركة لم يتقدم الموقع الرسمية للدولة قلنا في نص الدستور باش ما يعملناش مشكلات داخل الحزب لمن هذا الحق من حق رئيس الحزب أن يتقدم إلى الموقع الرسمية للدولة معناها او ان يفوض من يتقدم لهذه الموقع رئيس الحزب هو راشد الغنوشي لك عليه حد نسالك هل فما هذا راهو باش يسرع راشد الغنوشي وغير راشد الغنوشي وغير اللي باش يكون في موقع اطار عقلانه هذا في اطار تطوير وعقلانه حركه النهضه سلوك السياسي يكون منضبط بالقوانين مش خاضع للاهواء الشخصيه يعني ليس من الموش الغاء فصل جديد على مقاس راشد الغنوشي هذا مش فصل جديد على مقاس الغنوشي الناس مش فاهم على خاطر ما تقراش القوانين هذا في النظام الاساسي لحركه النهضه بعد المؤتمر العاشر لتقنين معناها سلوك سياسي معناها لأن جي ظواهر أو متغيرات سياسية تفسيرك هذا نفهم منه أنك تنفي أنه إمكانية أن يكون راشد غنوشي مرشح للحركة لا أنفي ولا يثبت لا أنفي ولا يثبت ما فيش ما ينفي ولا يثبت هذه كل لكل حادث حديث يعني الفرضية الحزب تكون قائمة ما نجمش نقول لك يتقدم ولا يتقدمش هذه مسألة متروكة للحزب ما فهمش حاجة حق حصري قلنا رئيس حركة النهضة سيتقدم الموقع الرسمية المشكلة سي برهان احنا نتهمه بالشيء ونقيض من جهة احنا نتهمه ونحبوا نعمل نظام رئاسي يحتكر كل الصلاحيات عند الرئيس ومن جهة أخرى نحن متهمين نحبوا نعمل نظام برلمان احنا تصورنا كان مع النظام البرلمان وعلاش بكل بساطة تصورنا مع نظام برلمان لأن الناس تتصور الأنظمة البرلمانية كلها تساوي الأزمات والتقلبات السياسية كما في إيطاليا مع أن حتى الإيطاليين ماشيين في شوية تعديل باش يبدأ نظام البرلماني أكثر استقرار أغلب الديمقراطيات العالمية هي ديمقراطيات برلمانية طيب احنا إذا متهمين احنا نحبوا نحتكروا السلطة في يد الرئيس كيفاش ندافعوا عن نظام برلماني لا ما هو يقول لك يوسف صديق أنه عالجت وعملت مراجعة والمراجعة تمت على خطاء أردوغان وتركيا لأنه أردوغان تعامل مع نظام برلماني شافوا أنه ما مشاش في مصالحه في جانب الصلاحيات عمل تعديل الدستور فسح المجال أمام نظام رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية هو يقول لك أنتم ماشيين على الخطى هذه السيد أردوغان معناها مقتنع بنظام رئاسي احنا مقتنعين بنظام برلماني طبيعة التوازنات السياسية للأمور في بلادنا تدار بالتوافق انتهت لنظام معناها شبه برلماني نظام معناها يغلب عليه الطابع البرلماني ولكن رئيس الدولة عنده صلاحيات خاصة في مجال السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية وبالتالي احنا مانيش متهمين مش نركزوا السلطة في يد الرئيس احنا مع في الأصل مع نظام برلماني ثم شو نواصل تعبئة المواطن الناخب وصناديق الانتخاب بتسييس رخيص تسييس معناها بربي انت هذاك مع ربي هذاك بيخاف ربي هذاك به وعليه وهك تسمع في الخطب الجمعية وهك في كذا وهكذا وهاو الناس كل تسبح والناس كل تعمل وكذا وكذا ولذا نهارت باش تمشي اما خير تمشي للملحد ولا تمشي مع ربي اذا هذايا هو الخطر اللي خلى الانسان يتساءل
شنو هذه؟ اولا ساعه اذا كان الاسلام السياسي مش من عادات تونس وثم صارت طفره خارقه العاده مع نحينا اربع نساء ونحينا الاشياء معناها تطوير كبير ياسر، ايش صار باش ولات هالناس الكل اللي ماشيين لتعبئه الواحد تعبئه الصناديق الانتخاب باللي خاف ربي واللي خاف ربي هي مقوله موجوده. تو خلينا نتفاعلوا سي فارس، سمعتك شوي. تو احنا من الناس اللي دفعنا على عدم تحزيب المساجد، واللي يسمع الكلام تاعك يوسف يقول كانك تتحدث على الجماعه الاسلاميه في الستينات ولا ما نعرفش ايش تتحدث على حركه النهضه. حركه النهضه حزب سياسي جيلي تو النهضه. اعطيني اي نص النهضه في اي خطاب اي واحد من قياده النهضه قال راهو ما يدخلش ما ينتخبش حركه النهضه مش يدخل جهنم. احنا نقولوا هذا؟ احنا نقول انتخابات تم على اساس البرامج، تنتخب النهضه ولا تنتخب اي حزب سياسي على اساس البرامج السياسيه والخيارات. اي عاد من علاش يا يوسف تقول كل هذا؟ تقول ثم علوم سياسيه يتهمك كالعاده كالعاده رفيق عبد السلام يتهمك بالازدواجيه. اعطاك مثال جامع اللخمي مثلا، الناس اللي كانت جامع اللخمي، الدفاع على جامع اللخمي، الدفاع على الخادمي اللي هو اسس لهذه السياسه، الدفاع على 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 راهو ساهل ياسر باش نلتقطوا جزئيات. راهو غير اسمعني يوسف، راهو يوسف باش يعمل لما باش يعمل بلف ادانه يبدا يلقط تو جامع اللخمي يا رفيق بالمعنيين كيف نفتشوا فيه جامع اللخمي يا سي يوسف. تو نلقوا الامور سياقاتها. شنو هي المشكله؟ المشكله في قضيه عزل الائمه، مش نحن وحدنا. لا كان فما خلاف مع وزير الشؤون الدينيه، كان فما خلاف مع وزير الشؤون الدينيه فيما يتعلق بعزل الائمه. ومع العلم ان الامام تاع جامع اللخمي لم يكن نهضاوي، وهو نفسه صرح اللي قال راني مانيش نهضاوي. وتحب تقول موقف وتحب نقول لك على موقفنا؟ ما سمعنا يا يوسف، ماكش انت تبداش تفتش في القلوب وتبني على نوايا وتعمل مستوجب لقط جزئيات من هنا ولا هناك باش نركبوا المشهد. اي راهو سهل سهل ياسر كيما واحد باش يعمل شو اسمه ملف نتاع ادانه يبدا يلقط من بير الحفي اللي ما نعرفش فين الجندوب السليانه ايش قال الامام الفلاني، ايش عمل ايش قال الامام الفلاني، حسبني على الخطاب السياسي حسبني على تصريحاتي. قلنا احنا اختلفنا مع وزير الشؤون الدينيه فيما الشؤون الدينيه فيما يتعلق بعزل الائمه. نحن مع استقلاليه المساجد واستقلاليه الشان الديني. انا رايي الشخصي في الجانب هذا، المساجد مستقله عن الاحزاب ومستقله عن الدوله. ايش معناها مستقله عن الدوله؟ الدوله مهمتها ان تضبط المجال العام. كيفاش يبدا؟ ولكن الشان الديني الاصل الشيء يكون مستقل. كيفاش في الوظيفه العموميه مال؟ شنو هي الوظيفه العموميه؟ ايش دخل الوظيفه العموميه؟ الامام هما الامام والوعاظ والمرشدين يعني في الوظيفه العموميه. تحب يخلصوا الدوله وزاره لها ميزانيه كبيره. ايش معناها مستقليه على الدوله؟ ايش معناها استقلاليه على الدوله؟ معناها مش موظف رسمي يجي اعمل لي كذا كذا في خدمه الدوله، هو في خدمه عموم المصلين. مهمه الدوله ان تضبط القوانين. سي رفيق شكون يجيبه؟ مشكله راهي مهمه جدا الحكايه. شكون يجيبه الامام؟ ما يجيبوش الدوله، ما يجيبوش كذا، شكون باش يجيبه؟ شوف احنا اخترنا المواطنين. ما تدخل وقت لا احنا راهو عندنا تقاليد وعندنا قوانين. وزاره الشؤون الدينيه تابعه شو اسمه تابعه الحكومه، ما قلناش غير هذا. ولكن قلنا الاصل في الاشياء المساجد مستقله عن الاحزاب، مهمه الدوله ان تنظم الشان المسجدي، مش تدخل في تفاصيل التفاصيل. يلزمك تعمل خطبه للخطبه الفلانيه. واضح بشوي بلاي نقطه اخيره. كلمه الاخرى سي رفيق وكلمه الاخرى سي يوسف. راهو احنا رانا حداثيين، احنا انا نعتبر انفسنا امتداد للحركه الاصلاحيه الحدثيه، امتداد لمدرسه قبادو ومدرسه سالم بوحاجب ومدرسه خير الدين التونسي وفكرتنا الاساسيه القائمه. لا هذه قناعاتي هذه. اما كيف يجي مسؤول هاو اخر كلمه نتاعك. انا نقول لك يوسف ما تصورش انت حداثي اكثر مني، ما تصورش انت حداثي اكثر مني بكل المقاييس. ونقول لك علاش؟ لانك انت اذا ممكن معرفتك بالثقافه الاسلاميه هذا شان مشترك، اذا معرفتك بالفكر الغربي اجا نتناقشوا في الفكر الغربي. شوف 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 احنا الشيء المشترك بيناتنا كلمه خيرة فقط. اذا كان الشيء المشترك بيناتنا سي يوسف هو الاسلام والحداثه. المشترك بيناتنا هو الاسلام والحداثه. اذا كان السياسه ما تدخلش في تركيبكم، كيفاش يجي واحد من الحكومه اللي هو تبعكم انتم يقول لا مسألة الورث ما نحكيوش فيها بالكل؟ ليش؟ لأنه النص صريح. بينما يتواصل النقاش في الحكاية هذه. يوسف صديق بينما النص صريح في السارة. هذا برا الفكرة. لا 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 افتح بيت افتح بيت توا توا نحكيو فيه مرة جاية. النص صريح في السارة. رفيق عبد السلام يمشي المفتي. واضح واضح توا نحكيو فيها توا نحكيو فيها. قال لك امشي المفتي الجمهورية. امشي المفتي الجمهورية هو اللي قال الكلام هذا. يوسف صديق المفكر والكاتب التونسي شكرا جزيلا على الحضور. رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة شكرا جزيلا. مازالت الأبواب مفتوحة للنقاش على حكاية الميراث هذه ودلالاتها ودلالات النقاش حولها. أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم إن شاء الله غدوة في التوقيت نفسه 6:30. هذا برنامج سايس كامل فريق هنا الآن يحييكم ويقول لكم إلى اللقاء.